الشيء اللي فقدته بالحرب وما ممكن انه عيد تدويره ابدا هو الوقت. مرحبا واضح، انا زهرة من اللاذقية، ساكنة بريف اللاذقية اللي هي مدينة اسمها الحفة، خريجة كلية التربية. عندي شوية هيك مواهب وهوايات مثل الرسم، عندي موهبة الخياطة، إعادة تدوير الأشياء، تصليح. كانت هاي الأشياء كتير بسيطة يعني. صار في تهديد إنه نحن نطلع من مدينتنا ومن بيتنا بأي لحظة، وفعلا هذا اللي صار. يعني مثل ما بيقولوا الواحد هرب من الموت، فعليا نحن هربنا من الموت. كانت كتير مرحلة حساسة بالنسبة لي أنا كزهراء من بين كل أفراد عائلتي، لأني أنا هون كنت طالعة على سنة البكالوريا. حاولت أني أنا أخذ قرار اللي بعمري ما لازم ياخذه، اللي هو أني أنا أتخلى عن طموحي مبدئيا. ما بعرف شو بعدين رح يصير، بس تخليت عنه فعليا. يمكن خير، يعني بعتقد هلا أنا عم بكتشف أنه هذا الشيء كان خير لإلي. وقررت خلص اني انا بدخل اي شيء بيطلع لي، المهم اني انا اطلع بشهاده جامعيه شو ما كان. قررت اني انا استثمر شيء من هدول المواهب اللي انا بعرف اعملها باني انا اطلع دخل، يعني دخل خاص فيني لإلي انا، ادعم حالي بالجامعه او حتى يعني بحياتي مثل اي صبيه. وفعلا اول مشروع كان بسيط كثير لإلي، بلش ب 3500 ليره سوريه، هذا الحكي كان بال 2017، وكمان كانوا يعني اخذتهم زياده عن مصروفي، فينا نعتبرهم دين، يعني انا اعتبرتهم دين وفعلا رجعتهم. 3500 ليره نزلت اشتريت فيهم المواد الاساسيه للاكسسوارات، عملت صفحه على الفيسبوك سميتها معتق، وبلشت هون انا اعمل اكسسوارات بنات. كان الطابع اللي لها هو الفيروزي، يعني هو اللون الفيروزي. يجوا لعنا على البيت يسالونا انه شو هاد وكيف صانعينه، انه هو قطعه كثير مميزه حتى مو موجود منها بالسوق. فصرت احكي لهم القصه، يعني انه انا عملتها كذا كذا كذا، فصاروا يطلبوا مني انه نحن كمان بدنا هيك، عندنا كمان اغراض، فينك ترجعي تعملي لنا اياها؟ قعدتوا بالحرب وما ممكن انه عيد تدويره ابدا هو الوقت. الوقت اللي راح مني. بهذا الشيء اللي انا عم حققه هلا كان ممكن اني انا حققه بسنتين. انا اخذ معي 7 أو 8 سنين.